This lecture is called Kawanis and Hikaya. Without further ado, I'd like to ask Dr. Samia Mahrez to take the stage so that she can tell us all about the Sanbusi's project. Thank you, everyone. As Tarek just told you, I will be speaking in Arabic upon popular demand. I think it's appropriate that I speak in Arabic this evening. So I hope everyone will be able to follow. فأولاً أنا عايز أشكر الجامعة الأمريكية على استضافة هذا المعرض، وبخص بالشكر طبعاً طارق عطية مدير مركز التحرير الثقافي، وبشكركم جميعاً للحضور. وعاوزة أذكر وأشكر صديقتي هبة الخولي اللي للأسف الشديد ما قدرتش تيجي النهارده لظروف خارجة عن إرادتها، لأن هبة في الحقيقة هي اللي أهدت المشروع اسمه. يعني إحنا بعد خناقات طويلة جدا أنا وهي وصلت هي لاسم هنسمي ده، فهي اللي اقترحت سامبوزيز بعد ما كنا بنقول بوزيز باي سامية ولا سامياز بوزيز، هي جمعتهم وخلتهم سامبوزيز. فأنا بشكرها إنها تابعت معايا المشوار الطويل اللي قطعناه في المشروع، وأسفة جدا إن هي مش موجودة معانا النهارده. في ناس كتير جدا اشتغلوا معايا واحتفوا بسامبوزيز على مدار الشهور اللي فاتت. جوه الجاليري في صفحة بتذكر أسمائهم جميعا، أرجو ما كنتش نسيت حد. أسماء كتيرة فمش هقدر أشكر كل الأفراد هنا، لكن أسمائهم أعتقد إن كلها موجودة جوه في الجاليري. في الحقيقة أنا يعني مستغربة أولاً توصيفي بإني فنانة، لأن ده توصيف كبير قوي عليا، ما أقدرش أتحمل مسؤوليته. بس خلينا على الأقل النهاردة ماشي، أنا هقبل التسمية أو التوصيف الجديد ده. بس يعني عايزة أقول إن أنا مش جاية عشان أتكلم كلام نظري أو كلام معقد، لأن أنا في الحقيقة ده مش مجالي. يعني أنا بعمل حاجاتي في مجالي، يعني في المجال الأدبي، لكن المجال الفني ده أنا دخيلة عليه، بالرغم من اهتمامي بشكل عام بالمجال الثقافي وكتاباتي عن المجال الفني أيضا، وعلاقاتي مع فنانات وفنانين كتير داخل الحقل، إلا أن يعني برضو ده مش مجالي في الآخر. فأنا النهاردة موجودة عشان أحكي حكاية، كواليس الحكاية زي ما سميناها، وهي حكاية في الحقيقة لها أبعاد شخصية تتعلق بتاريخي في الجامعة الأمريكية في التحرير بالذات طبعا، كطالبة وكأستاذة وكقاطنة لمساكن الجامعة الأمريكية في الزمالك على مدى 25 سنة. أنا أول واحدة سكنت في مساكن الجامعة الأمريكية في الزمالك، المبنى كان لسه ما فرشوهوش، ابني اتولد هناك واتخرج من الجامعة في المبنى ده. فإذا الجامعة الأمريكية هي فعلا بيتي، مش مجازا يعني، وإنما في الواقع هي بيتي. فأنا سعيدة طبعا إن أنا النهارده في بيتي، وأحب أحيي هنا كل أفراد الأمن في الجامعة، لأن كل مرة باجي علشان نشتغل في الجاليري بيقولوا لي أهلا في بيتك يا دكتور، ده إحساس رائع الحقيقة. فلكم أن تتخيلوا طبعا واقع خبر انتقال الجامعة الأمريكية من التحرير إلى القاهرة الجديدة عليا وعلى حياتي، لأن هي كانت تمثل أكتر، المكان ده بيمثل أكتر من نص حياتي. وعشان أواجه أو أأجل مواجهة الواقع ده وزمايلي وزملائي زميلاتي عارفين، طلبت أجازة بدون مرتب سنة عشان ما واجهش حكاية القاهرة الجديدة دي. وأثناء السنة دي يعني استغليت السنة في مشروع يمكنني من الإمساك بالمدينة اللي أنا بحبها،
قاهرة القرن العشرين، القاهرة دي. المشروع ده كان اسمه أطلس القاهرة الأدبي، وهو من جزئين. أنا سيئة جدا. مشروع طويل لكن عملته بحب، وبعد ما نشر في حد من النقاد وصفوا بانه رساله حب لمدينه القاهره، وهو كذلك. يعني انا موافقه تماما على انه يستاهل يتقال عنه كده. وده كان وسيله من وسائل تمسكي بالمكان اذا اردت. بعد كده طورت، معلش انا واخداكم داون ميموري لين لان ده جزء من الحكايه الشخصيه وجزء من الشغل اللي هنوصله. بعد كده طورت سيمينار اسمه القاهرة في المخيلة الأدبية أو الثقافية في الحقيقة، لأن كنا بنشتغل برضو على أفلام تسجيلية وأفلام تجارية وفن تشكيلي في أثناء السيمينار، وما زال يدرس حتى الآن، زمايلي يدبسوا فيه وهيدرسوا. لكن فده كان وسيلة أخرى طبعا للتمسك بهذا المكان. وجوه هذا السيمينار كنت ضمنت جولة في القاهرة، سميتها جولة في القاهرة الأدبية، وكنت عملتها لعمر نجاتي مؤسس كلاستر، لأن كنت زعلانة إنهم عندهم جولات كتير جدا عن السينما وعن مش عارف إيه وبتاع، ومفيش حاجة عن القاهرة الأدبية. فأنا تطوعت إني أعمل لهم الجولة دي، وأنا بتكلم عنها لأن الجولة دي كنت ببدأها دائما من جوه الجامعة الأمريكية، لأن الجامعة الأمريكية وتد من أوتاد ميدان التحرير، من منطقة التحرير، ولذلك هي بيشار إليها لها حضور في السير الذاتية وفي القصص وفي الروايات وفي الأفلام أيضا. فدايما كنت ببدأ الجولة جوه الحرم الجامعي علشان أتكلم عن الأعمال دي، من ضمنهم مثلا إحسان عبد القدوس، أدوار سعيد، أهداف سويف، محمود الورداني، مي خالد، والأسماء كثيرة جدا يعني اللي بتشير إلى مباني مكان الجامعة الأمريكية. ده مش غريب لان احنا الجامعه دي جزء من تاريخ القاهره الحديث بشكل لافت في الحقيقه. وكان جميل جدا ان احنا الجامعه عندها هذا الحضور في المخيله الثقافيه اللي هي اختفت دلوقتي، يعني مع الرحيل الى القاهره الجديده الوتد المهم ده فقد وزنه في المخيله الثقافيه بشكل عام. محاولة أخرى بقى للتمسك بالمكان كانت هتكلم عنها دلوقتي، فهرجعكم ورا شوية. أنا لما رجعت من أمريكا سنة 91 كانت المكاتب بتاعتنا في المبنى الأيقونة اللي بيشار إليه بـ The Palace. زمان كنا بنسميه حاجة أكثر تواضعاً، كنا بنقول عليه The Main Building، يعني بعد الثورة قرروا يسموه ذا بالاس، حاجه غريبه جدا. المهم يعني ان بعد سنه تقريبا من وجودنا في المبنى الرئيسي نقلونا لهذا المبنى اللي هو مش موجود دلوقتي، اللي كنا بنقول عليه مبنى الفلكي فقط، وبعدين بقينا نقول عليه مبنى الفلكي القديم. مبنى الفلكي القديم جزء من قصه التدوير، لانه هو كان مساكن الطلاب الصبيان، فاذا دول كانوا اوض نومهم. وبعدين هم دوروا بقى وعملوا مكاتب، فاحنا كنا مكاتبنا هي اوض النوم بتاعت الصبيان. كانت عمليه ديمقراطيه جدا، يعني سواء انا واحد لسه متعين او استاذه كبيره في الجامعه، كلنا مكاتبنا قد بعض ومرصوصين حوالين الكوريدور الرفيع ده، وعندنا احواض، كل واحد فينا عنده حوض جوه المكتب بتاعه لان دي كانت اوض نوم. المهم ان سريعا بقى بعد كده قررت الجامعه ان هي تبني مبنى، وزي ما انتم شايفين
لا الصورة دي مش بتوري، بس جوه الجاليري هتشوفوا إن المبنى ده كان له جنينة وكان له كورتات تنس. فإحنا دلوقتي قاعدين في كورتات التنس. المبنى ده اللي إحنا فيه اللي ما كانش موجود كان الجنينة وكورتات التنس بتاع الفلكي القديم. قررت الجامعة إذن تبني هذا المبنى اللي أصبح اسمه وقتها مبنى الفلكي الجديد، لأن في الحقيقة المبنيين دول تزامنوا، عاشوا مع بعض كده كذا سنة. فكان في المبنى القديم قائم والمبنى الجديد اللي طلع وراه، وكانوا سايبين ما بينهم 5 متر القانونيين دول اللي ما بين المباني. فإذا المبنى الستاليني اللي انتوا شايفينه ده اللي هو الفلكي القديم كان مواجه تماما لهذا المبنى. يعني لو طلعتوا وقفتوا على البلكونه كانت هتبصوا تلاقوا قدامكم حته سد. فعشان يقللوا من وطئة الشكل ده ويحسنوا المنظر الجمالي بشكل عام، طلب من مجموعه من طلبه الجامعه الامريكيه في قسم الفنون ان هم يعملوا انستليشن ضخمه جدا من الازايز الملونه. والازايز الملونه دي اذا جت قعدت على الشبابيك الاسمنتيه بتاعه مبنى الفلكي القديم. فاللي يقف في مبنى الفلكي الجديد اللي احنا فيه دلوقتي كان بيبص على الازايز دي من البلكونه. يعني لما تطلعوا البلكونه، انا مكتبي كان مطرح ما في الجنينه بتاعت المبنى ده دلوقتي. وكان شكلهم رائع في الحقيقه. وفي هنا زمايل يتذكروا قصه هذه الازايز الملونه. للاسف الشديد مجتمع الجامعه الامريكيه كله عمل بحث مضني في الشهور الماضيه عشان نلاقي صوره واحده لهذا المشروع، وما لقيناش ولا في مكتبه الكتب النادره ولا في الاركايف بتاع الكارفان ولا في اي مكان. يعني فما فيش بقينا الا كلامي وكلام زمايلي عن وجود الانستليشن دي والازايز نفسها اللي هتشوفوها جوه في الجاليري. فاني واي دي كانت الازايز. اذا فانا وانا بلم كتبي، كنا رايحين بقى القاهره الجديده وهيهدوا المبنى ده، وانا بلم كتبي لقيت في الزباله تحت انهم هيرموا كل الازايز، كل الانستليشن اللي كانت محطوطه على جدار الفلكي القديم الخلفي كانت مرميه تحت. فانا جبت علبه كرتون وانقصت 8 ازايز، هما كانوا 9 في واحده اتكسر، وديتهم بيتي في السخنه، وبقى لهم 15 سنه عايشين عيشه هنيه جدا زي ما انتم شايفين على شباك بتطل على البحر. واول مره يرجعوا القاهره كان عشان المعرض ده. فإذا هما بقى لهم 15 سنة عايشين هناك، وأنا جبتهم بيتهم الفلكي لأول مرة بعد 15 سنة. فدول كانوا الشرارة الأولى إذا للمشروع كله، لأن أنا بحبهم، بحب ألوانهم. فطلع في مخي كده إن أنا كمان أحوش أزايز وألونهم، ونزلت جبت ألوان فعلا. ولونت ازازتين 3 وبعدين قلت لا، الناس هتقول عليكي مجنونه انك انت بيتك كله ازاز ملونه، مش هينفع. فتراجعت عن الفكره، لكن استمريت في اني اجمع الازايز. وفي فتره انا كنت بجمع الازايز لصديقتي العزيزه الفنانه هدى لطفي، لان هي ليها اكتر من معرض استخدمت فيه الازايز القديمه، وهي مخضرمه طبعا في انواع الازايز القديمه. ففي فتره من الفترات كنت بحوشهم عشان هدى، ولما هي استغنت عن خدماتي فالازايز كانت تتحوش عندي في البيت على مدار سنين. السنه اللي فاتت وعايزه استوقف نفسي واتكلم عن ثقافه الازاز، يعني ان احنا كلنا بنحوش ازايز. انا من الجيل اللي كان بيشرب ميه الحنفيه في ازايز الخمره بتاعت اهله. فإذا في مسألة يعني حاجة تتجاوز الطبقة وكده في لحظة من اللحظات، تاريخنا في القاهرة
وطبعا احنا عارفين بتوع الربا بيكا بيشتروا الازاز بيبيعوا الازاز، والناس بتحوش الازاز عشان الازاز شكلها جميل. وانا اكتشفت ده لما ابتديت احط بوست للسامبوزيز دول على فيسبوك، تطوعوا اصدقائي وصديقاتي انهم يبعتوا لي الازاز اللي هم محوشينها، واكتشفت ان يعني جالي شوالين ازاز من مريان خوري، جالي شوال من سوسن مارديني، وهكذا. فاذا اكتشفت ان أنا مش انا بس اللي عندي هوس بمساله الازاز ده، في ناس كتير بتحوشها على بفكره انها يمكن هتعمل بيها حاجه. وبعدين في الاخر يبصوا ده ويركبوا البيت، واول ما لقوا ثانيه عايز ازاز، فقلت طب اوكي احنا نبعت الازاز بقى ونروق بيوتنا وندي الزباله لسامي. وبعدين طبعا انتوا عارفين ان الناس بتاخد الازاز تعمل بيها، تدورها، تعمل اباجورات، تعمل تسيحها، تعمل تقطيع ارت اوبجكتس. يعني اذا هي مش حاجه جديده مساله الهوس بالازازه بشكل عام. وانا متاكده ان هي كسلعه، يعني لما بيشتري ازايز الخمره في ناس بتجذبه من الازازه نفسها، مش بالضروره هي الازازه جواها ايه. وانا اكتشفت ده برضه من المجموعه اللي جات لي من اصدقائي اللي بعتوا لي الزباله بتاع بيوتهم، ان في منهم ازايز رائعه جميله جدا. anyway، فاذا دي كانت اول شراره. وقررت بقى ايه السنه اللي فاتت، كنت لسه مخلصه كتاب انا بعتبره يمكن اهم كتاب انا كتبته في تاريخي، مش هقول اكاديمي لان هو مش اكاديمي قوي برضه. وكنت بدات مشروع كتاب اخر، وكنت محتاجه بريك، فسحه من الكتابه. وكنت قبلها يمكن بقلب من اسبوع بقول لهدى انا وحشني الشغل بايديا، وبرضه هستوقف نفسي هنا واتكلم عن حكايه الشغل بايديا. انا بشتغل بايديا من وانا طفله، يعني انا بخيط، بعمل تريكو، كنت بعمل سجاجيد، ويعني وبدور اشياء. عملت بيوتي، شقتي، شقه ابني، شقه بيتي في السخنه، وكلهم فيهم حاجات قديمه استعملتها استخدامات جديده. فاذا ده كان موجود، المغسول ده كان موجود. فقلت اورايت، انا اعمل حاجه للمطبخ، اعمل حاجه للمطبخ بالازاز. فبدات كنت وقتها في السخنه، وانا برضو احب اقول ان انا من عيله تعشق الكراكيب. يعني امي عندها كراكيب، ابويا كان عنده كراكيب، اخويا كذلك، ابني طلع زيي وزيهم طبعا. فبيتنا مليء بكراكيبنا من واحنا اطفال يعني. لكن في السخنه كميه الكراكيب قليله، فامكانيات العمل او الماده اللي كنت اقدر اشتغل بيها في السخنه كانت محدوده الى حد بعيد. فالجيل الاول زي ما بقول اللي موجود جوه في الجاليري كان كنت اصلا في المطبخ، فهم مش لابسين حاجات عظيمه وهم مش شخصيات متطوره قوي لانهم هيقعدوا في المطبخ. لكن لما بدات بعد كده اوري بعض الانتاج ده لاصدقاء ولقيتهم مبسوطين منه، ورجعت بقى القاهره في بيت مليان كراكيب انطلقت يعني، ولقيت ان هم خرجوا من المطبخ واصبحوا شخصيه بتمثل بقى مخيله جمعيه في الحقيقه. ومخيلتي انا برضو الشخصيه تاريخي، انا بحب اسمع مين، انا بحب شخصيات شكلها ايه، او ما بحبش شخصيات شكلها ايه وما الى ذلك. فده يعني تطور العمل في ال... يعني لسه معايا وقت ولا عايزيني اسكت؟ ممكن اسكت يعني. انا كنت بس عايزه ادي الوقت، مش هيسمح اني ادي اكتر من اكزامبل مثل على البروسيس بشتغل ازاي. الناس سالتني هما الشخصيات دي بتحصل ازاي، هل في بروسيس يعني. فدي قلت انا هستعمل دي كلام مثال. دي ما اسمها مدام فيفات شيل الكوافير.
مدام في فاتي لما ابتديتها انا كان عندي هوس بقى من ضمن الحاجات اللي بقيت بحوشها بفلاتر السجاير بتاعتي. فكنت اعمل اكسرسايز يومي اقعد كده اقص الفلترز واحطها في طبق. لان زي ما انتم عارفين لو بتتمشوا على البحر هتلاقوا كل حاجه خربانه الا فلاتر السجاير. It's a very resilient thing. يعني it's buffeted by the waves and the winds and the storms but it remains intact. فكنت عارفه اني لازم هوظف الفلتر في الشغل. فمدام في فات ابتدت باني لما بصيت الفلتر بالعرض قلت ده شبه البيجودي بتاع الستات اللي بيحطوه لما يروحوا عند الكفر. فانا هجرب اعمل لها بيجودي. حطيت لها بيجودي في راسي. فلزقت فعلا الفلترز فلقيت ان شكلها هي يعني دي راس واحده فعلا عند الكفر. فالفلتر بقى فرد الدماغ وبعدين قلت اوكي هي باين بقى دلوقتي ان هي من طبقه معينه. فاحنا لازم نلبسها حاجات تليق بهذه الطبقه المعينه. بعدين هي لما رسمتها طلعت اروبا كده زي ما انتم شايفين. فهي اتخلقت كده وبعد ما خلصت خالص عملت الاسوشيشن مع نص بديع كان بينشره موفق شرباجي على فيسبوك كان اسمه مدام فيفات. نص ساخر عن ست برجوازية ساكنة في الزمالك بتتكلم عربي مكسر ودخل فيه فرنساوي وانجليزي وكده. فكلمت موفق قلت لموفق أنا عايزة مقطع من مدام فيفات لأن فجأة بقت مدام فيفات في الآخر. فبعت لي النص كله هو نص طويل لأنه بدأه في أول الكورونا وبينتهي تقريبا مع النهايات الأولى هي كان اسمها ايه؟ الموجة الأولى بتاعت الكورونا. واكتشفت أنا كنت قريت كله طبعا على فيسبوك بس كنت نسيت إن بالفعل في اكسبت لمدام فيفات وهي عند الكوافير بول كوافير بول في زمان. والاكسبت ده محطوط جواها جنبها جوه في الجاليري عشان اللي ما يعرفش ليه اسمها مدام فيفات شيل الكوافير يتصور يتخيل الشخصية كمان من خلال السرد بتاع موفق شرباقي عن هذه الشخصية. عندك كمان نموذج ولا كفاية؟ الشخصية دي برضو بدأت من الأوبجكت نفسها اللي غطى إزازة الشامبو لأنه كان لونه كان هيجنني غطى إزازة الشامبو الأحمر. فلما كنت بمسكه كنت بشوفه برنيتد قبعة عسكري من القرن ال 19 ممكن يبقى نابليون مثلا يعني حاجه كده. فبرضه دي السامبوزي دي بدات بغطاء ازازه الشامبو. ولما بداتها وقررت بقى انه هيبقى عسكري قلت ده هيبقى عسكري بما ان برنيتو شكلها كده كولونيالي بقى هنتكلم عن الامبرياليه والكولونياليه وتاريخ القمع والعنف وكده. فلبسته فاست عليها كوينز امريكاني وكوينز انجليزي. البلطو زي ما انتم شايفين هو شكله كده انيق يعني رابط فولاغ كده حوالين رقبته اسود ولابس بلطو ابيض لكن البلطو ملطخ طبعا بدماء الضحيه اللي هو شايل راسها في ايده. حاجه كمان هو شايل سكاكين بس هو مخبيها جوه البلطو فهو لئيم كمان. وبعد ما انتهيت بقى طبعا قررت اثناء الشغل على السامبوزي دي بالذات قلت ده مش هعمل له وجه وانا مش هعمل له وجه لانه عابر للتاريخ وبيتكلم على كل انواع القمع وكل انواع العنف ضد البشر. كمان واحده دي الفوتوغرافر دي اقترحتها عليا رندا شعر. It was a challenge. رندا شعر المصوره كبيره كمان طلبت ده قالت لي اعملي مصوره. ف اوكي
نعمل مصوره بس قالت هي هتلبس ايه؟ يعني هتمسك ايه؟ ده كان ابسط من اني اقول حاجه عن مهنه المصور او المصوره. ولذلك هي مهنه مزدوجه زي ما انتم شايفين. بحاول اعبر عن ده بانها لابسه تيشيرت قديمه بتاعتي، تيشيرتي عمرها حوالي 30 سنه، دي حته من تيشيرت مبهجه كده هي هاند بينتد وعليها بام تري واجواء كده كاريبيه يعني. لكن هي حوالين رقبتها في نوس، في مشنقه. عشان اقول ان يعني المهنه ليها وجهين، لان احنا عارفين طبعا ان كتير من المصورين فقدنا كتير من المصورين في الحروب وفي كل جولات العنف الموجوده في العالم. وعملت لها بقى الكاميرا الزوم بتاعها، الكاميرا ده خرطوم من كراكيب ابني، والخرطوم ده بيعمل زوم فعلا، يعني هو بيخش ويطلع كده زي الكاميرا، يعني انتوا ممنوع تمسكوه، لكن انا ممكن اوريكم ازاي الخرطوم ده بيطلع ويخش كده. والترايبود بتاعها معمول بالوانه، هو طفل لانه محوش كل حاجه زي النهارده. نديم عنده 29 سنه عشان تبقوا عارفين بس. ودي نيجاتيفز قديمه موجوده عندي في البيت من صورنا. والاكتشاف بقى اللي كنت الرائع اللي كنت اكتشفته هو الرولو الكرتون بتاع ورق التواليت. دلوقتي انا بستنى ان ورق التواليت يخلص عشان انا عايزه الرولو الكرتوني ده. لاني كنت برمي واحده في الزباله، طبقتها كده من تحت بالصدفه، لقيتها بتعمل بيوتيفول شيب. فانتوا مش شايفينها قوي هنا، لكن هتشوف ان هم جوه كذا واحده منهم لاب عندها ساك، والساك ده معمول اذا بال بتاعت ورق التواليت دي اللي انا بلونها، وبيبقى شكلها زي ما تكون شنطه جلد، لان نوع الورق بيتفاعل مع البينت بشكل رائع. اخر نموذج. Here's this one. الإزازة دي جالي زميلتي نجلة رزق، كلمتني من الساحل وقالت لي سامية أنا محوشة إزازة بامبا. فقلت لها يا نجلة في الحقيقة ما يهمنيش هي بامبا ولا صفرة، لأني أنا بلبسه. قالت لي لا بس أنتِ ما تلبسيش بقى الإزازة دي، لأن الإزازة دي جميلة جدا. طب ماشي بعتتها لي. فعشان أحقق لها رغبتها في إن الإزازة ما تتغطاش تماما، كان لازم اتخيل شخصيه ممكن نعمل لها ده، فتتلفح بحاجه بحيث ان الازازه تفضل قائمه. ومن هنا جت فكره تمثال الحريه. انتوا شايفين هو يعني في سخريه طبعا ايضا من التمثال. هي بترمز لنا وماسكه ازازه خمره، والتاج بتاعها معمول بالنت اللي بيدوها لنا في الديوتي فري عشان تحفظ الازاز، يعني هو النت تخين شويه فكان سهل ان انا اتعامل معاه واخليه يبقى شبه نص داير، في منه ستيف يو كانت دو ذات وذ ات، بس ده بالذات كان سهل اني العب بيه. طيب مش هطول عليكم اكتر من كده، انا بس كنت فكان في جزء عن القاعة وكده. هتكلم برضه ولا خلاص؟ طارق وقفوني. لا 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 واحد واحد. يعني المحاضرات الثانية كمان 10 دقايق. كمان 10 دقايق؟ لا يعني محتاجين نروح لمكان ثاني. يعني خلاص اقفل. Which is fine. Yeah. اوكي خليني اقفل باني اقول اذا كان هم اتعمل لهم upcycling الازايز دي، فانا كمان الحقيقة خدت التجربة دي معاهم. انا كمان اتعمل لي upcycling لاني اخدت كراكيبي الاكاديميه علشان اعمل الكراكيب اللي في دماغي، الحاجات اللي علموها لنا بارادوكس، بارادي، ساتاير، بلاك هيومر، بوليتكس اوف ريبريزنتيشن، كل الدوشه دي علشان اوظفها في البروجكت ده، واوظف نفسي انا كمان في
في المشروع ده، وشكرا لكم على حسن استماعكم.